كي سباق لي ديك نجي نجيبو ولي الوالد اخر فروت السلام عليكم مشاهدين ديالنا، كنتم لاباس عليكم؟ كلشي بخير. تحيه للحفاظ ديالنا والجمهور ديالنا كامل اللي كيشاهدنا، مرحبا بكم معنا في لي فيديو جديد، الطاقه الايجابيه والحماس مع سلمى. السلام عليكم، لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملكم بخير وعلى خير. واحد الفيديو هذا النهار المتابعين غتشوفوا الروينه مروينه وحازم موت عبدو في رمضان يقي الشغل، واحد النهار عيكوز اك حال ان شاء الله كيف تشوف هذا الوانطيصه. المهم مرحبا بكم معنا، شكرا لكم بزاف على الدعوة ديالكم، شكرا لكم على التعاليق، مشينا عند سعيدة، شكرا لكم بزاف. غادي نجاوب واحد على واحد التعليق، قالت لنا نتوما مشيتو طوالين حيت سعيدة درويشة. شوف اختي، راه واحد بعض المرة ما يمكنش الصور واحد الحاجة انتي نديتيها. هادشي حشومة قدام موتي. حشومة صافي، فهمتي؟ علاه دابا هاد التحكير؟ بالعكس بارطاجي القناة ديالي إلا بغيتي تعاوني. انتي كما قلتي درويشة، بارطاجي القناة ديالي. لأن هي درويشة وحنا دراوش والحاجة حنا ديناها مستورة وهذا الشيء اللي كاين. أولا سلمى وحنا ما بيناتناش تجيب لي ولا نجيب لي، حنا ما بيناتناش حنا شو هذيك دي وجيب كيقطع الحبيب. أنا وسناتها يكون عنده ويجيب لك، وأنا عديت وما صورتش شنو ديت احتراما صافي، ما بقيتش نصور داك الشيء صافي. انا مشيت نطلع دابا النوبه اخرى صغار كلشي انت. انا مشيت والله نبقى نصورها ودابا باش كيوصلوا كنبقاو نصوروها والله يا ربي. وانا مشيت للسوق وسخرت وعندي صخيره في الصاك وعيني اللي عالم بها وحتى سلمى ما تفتت هذيك الصخره، والله ما تفتشيني تما. اي والله. المهم المتابعين ديالنا نتمنى من الله تكونوا كاملكم بخير وعلى خير، وعواشركم مبروكه وعيدكم مبارك، عيد يدخل لكم بالخير. والله بلغنا الليله تلقات دابا اللي علاش فرحانه هذه حيت شنو تعبدوا هنا بحال الانتقام الناس شاط عندها صح. حيت يا خوتي واحد الفرن تربصت لي هيدا، تشوفوا دابا نشرحكم. هذا الفرن هذي كان عنده واحد الزنك، وديك الزنك هود عليا ما يجي نحمي، انا كنخاف تجي عليا ديك الطابق وتما يجيك لا ديك الشيء نوت انا قلت له والو، قال لي توحشت الخبز ديال الفرن. الفرن هي هذا، قلت له انا الا ما نوتي تحيد لي ديك الطابق وتخمل لي هادشي كامل وتحرقو ما عندكش الخبز ضد الدار. هادشي اللي كان. المهم انا العجينه كاينه دابا غير غنقرصها ونخملو هاد الدنيا. ايوا المشاهدين راهو معنا وتبعنا، الله يتبعكم الخير والربح، وشكرا بزاف لكم. الله يرحم الوالدين ديالكم، تحياتنا لكم. و اليوم ان شاء الله يا ربي حتى الفطور غادي نشاركو معكم. لا تريحنا ديال الطرحي باش يا عبدو عندنا تمره ماشي مشكل ان شاء الله، نحميو الكتاطين نعملو هاديك الشيء كتاب الله. خليكم مع الفيديو جيم واشتركونا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. سمحوا لي بزاف رديت هذيك التعليق، الله يرحم الوالدين ديالكم، ما مولفش كنرد على التعليق وما غنبقاش نرد، ولكن كاين بنادم يحتقر لا زعما ما حكرنيش فهمتي، ما كاين انا ما حقرا الا الله يرحم الوالدين. حنا دراوش وكنحسوا بالدرويش وداكشي اللي كيفاه مصطفى الله يرحم الوالدين، حنا كنتقبلوا النقد ولكن هاد التعليق هذا ضرني، قلت نجاوب عليه ما بقيتش نجاوب على التعليق. لا سي قلت شكون يخمم شكون يخمم خويا جوا عبد الواحد تصدم. ها؟ تصدم تصدم يا. حاج ما يطلعش مسمار في الريزا، حسنا بيت. يلاه ها. بس عند سعيدة، سعيدة الجبلية. هذا هو الدعم اللي خصكم تعطيوه. ومرة أخرى لكم كتبوا شي تعليق، كتبوا فيه قل هو الله أحد، الله الصمد. لم يد لم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللي غيدخل التعليق يقراها ما غيقرا فتي حسن، احسن تعليق لك غير الكتب. Oh.
الفسخ قلت اجبر شي كنز. كنز ديالي ما وليداتي المرة ديالي. تا هادي دابا بينو شي وحيد يلقى الشغل هذا اقسم بالله يكون الصبا في رمضان وقايلة. مشات للسوق. مشات للسوق وتسخر مسكين عندها من الحوت. عطيتي كصراحة صاحبي تلقاني مسكين. ميرسي بقى لي انا كنتفرج بك. تحية الناس ديال سيف نيت سيف هما الناس تشتيوات. تحياتنا ليك خير عزيز. قال لي ربي حلات ما عطيتنيش قلت له اسمح لي نسيت. كيف خذي الدجاج مزياني ولكن خذ الدنيا صراحة خاصة خذ كل يدة ها في الشطارة هذا حال الجبن صراحة شغل يوميا نجرب حاجة غير حاجة معاكم معاكم انا نقول لك اخويا تفسح رد الدنيا حالك 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 عبد الوحيد شي سباق لي ريحة العجين جيبو ولي الواحد أنا نجيب هاديك ونفرش هدا غير باش نعشى عن النار قبل ما نجي المغرب إيوا خلي لي أنا حريق سير علاش كتبكي علاش كتبكي تظهر لي انا دابا بديت نقرص الخبز ديالي معكم وعاود هو باش طلعوا ديك الجهه الفوقانيه ايوا حنا ماشي النهار غاز مخيا واو ها النهار غاز مخيا والله الا واحد شوف دور عندي مريم هنا دابا حنايا نشطبوا هادشي ولكن هادشي ماشي موقع في الفرن لا كنجمع منه الشيء اللي كيتحرق ولكن التراب وشي حاجه اخرى نعملها في نعملها في البرويطة ونرميها راه فيناتي نهار مخير يوم العلبي ايوا عندك الاجر لما قلت الشغل في رمضان ما كاينش الاجر أه؟
أنا تلقاك. يا بدا تراويح. زيد حيد ديك القرعة من تام وديك كلشي البانيو. دي الكواغط قيهم في البرويطة وديهم ليهم. يعني حنا حيد عاد بس واش خرب هذايا الربع اخر برويطة. دابا غنعمل واحد اللاطة بالسردين مورا الخبز نفطرو بها ان شاء الله. شو على السردين شو شا دو للسوق شي مريم شي ها قبلوا علينا مريم الصوار مش عارف دو للسوق مشى للسوق وجابنا الحب شكون جاو انا حسب لي كنت بتقول دابا با مشى للسوق لا انت دي البرويطه مشى للسوق وجاب الحوت وفاينا مريم تحت الصندوق نعدل له الفلفل مطيشه والحوت مشوي فوق منه كيجي خطير دابا في رمضان قرب لك الله الله عيال الله يلا عيني عطريه بالسيف هات القطر انت جبتوا الشطابه؟ نعم الارض غطي هذا تطيب الخبز ان شاء الله هذا اللي كتشوفوا هنا الكمون والملح كتشوفوا هنا مدردر عليه خلاني بحال انا هذا من الداخل ها انتم اخذوا الخبز الفرن جات حاميه وتبارك الله على عبدو هو نقال الدنيا رجع الدنيا واعره عبدو مشي عصرنا العصر ايوا انا خلاني مع الخبيزه ديالي نقابله شوفوا اخوتي الارض رجعت كامله بكفوس ان شاء الله غنسكسف على هذا الفرن خليها شي يدي ضروري انا من لا شي لطمه دابا نزل عليها الثقال وداك الشيء حقت المورا العيد دابا خدي ما نقدرش رمضان ما عارفين دابا حيديك كفوس دابا حيد بالشتابه طاحت الله يرحمك ولكن خصك تغطي الفرن خصك تغطي الفرن دابا غنفرش هاد الجميرات هايدا شالت العافية هاكا تبق وشالت شو تبارك الله الفرن حمية تمني نيتا بلاطة بالحيط القاد تشف ها انتم اخوتي الخبيزة ديالنا وجدت صراحة الزراعة يجيبها حامرة تبارك الله هاي طلب باغي يجي داخله هاي طلب يجي داخل الخبز ابا قادو هنا في السنين
جوج خمسة. يا خمسة خمسة بين. يلا خرج البرا. هيا على خبيزة خاي هاي لا شاء الله يربي. هنا غادي نفطروا المتتبعين ديالنا. ها الفرطوخة ديالنا. شي سرعة على كينك ديالنا. شي سرعة على هذه. مش هتجيب هذه بداية. ديها الصينية ها. ديك الزليف اللي في الشبكة. يا ها هاك الصينية ها. طلع على ديك تشا طلع على ديك الحوت واش شفتون ها ها ثاني شو من شويه يدي ولا لي بعد عندي شويه بسم الله ايه يا لحبي زريالي هاي هاي خلصت يا لا انا كنت انا خميت زوت البراكه والنجار براوا ايه بسم الله بفكت الله يا رسول الله ليش جد الخبزة تاني؟ شو فترة جو الخبزة؟ على واحد نفطر بيها؟ نفطر بيها صح يلا نزلت لا تنسى نشوف صافي بركة عليه بركة 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 مغرب الدين جينا وعانيسا هداية هاي هاي ما جا ماما جيت فرحة العصر جيت أنا كثرة العطيش كثرة قرعة العصر وهذه مش هاي شاطة هنا ينكبوا هنا هتعب الكيسان مالو لي كل شيء كل شيء في العطيش أنا مشيت للسوق مش أنا مشيت للسوق وجيت مشيت لك الخيار اللي يبرد يلا دخل انت الله اكبر هذا ديال الكوزينه يلا نص سخر انت حقك شويه بيبا مريم لا اله الا الله لا نعبد الا الله وحده لا شريك له ملك كل حي ويوم يموت يا سخرنا الفطور واخا عطانا في التخمين واحد اش انايا انت شفتي عاود لها نجيب واحده نجيب جوج جيب واحد حيت اهم حاجه هي الفرنكة حامية انا عاونتك من النص الكبير يعني انا حميت لك الفرن اه اخلي ما تدخلش بالبوطه كفستني انا بديت وهذيك تاني والله ما ادري لا تبي كفست تقربت شي تكفيس ايه عملنا الحوت هاوك ما تشوفوا المهم الطفيله ديالنا هي هذه كل شيء خير في دارو تحياتنا لكم شكرا لكم بزاف زيد مشى يصلي زيد شكرا لنا أدى المغرب أنا عمر لما العصر نسيت أنا ولادي خصني نشرب وما عمرتناش الماء من بيه نعمره دابا مهم فطرنا المشاهدين مسكينة ها عيال هذاك القط ماشي مسكينة هذا قول مسكين مذكر ماشي الدنيا قطط هذاك اللي كان رجلهم هذه واش انثى ولا رجله كان مقطع مسكين شو مريم مريم ما تخسرقش الله يرضى عليك يا مريم خليني نجي مسكينه تعاوني معاه كل شيء تعاوني معاه ماشي الجامع في الجامع علاش ما تصليش هنا؟ نشوف القهوه ديالي نعرف القهوه ديالي ونشوف شنو خاصها غنجلس نشرب القهوه كحلاه ما يمكنش ما شرب شي وكان مشي نصلي تاع ربيح ما تيسر ولا شي الله يقبل وزيد ماشي معاه زيد ماشي معايا ضربنا لك الخطه الزرقاء وماشي نصلي يلا تهلا في راسكم من المتتبعين ديالنا شكرا لكم بزاف السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
يلاه سلام عليكم. يلاه سلام.